السراج يصل مدينة غات ويتعهد بالعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع ليبيا. حقل الشرارة يستأنف عمليات الضخ بعد إعادة فتح صمام الريينة وتوقعات بارتفاع إنتاج البلاد النفطي. محكمة استئناف الزاوية تفرج عن مراكب الصيد التونسية الثلاثة المحتجزة من قبل خفر السواحل الليبي. مشاهدين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة ليبيا بانوراما، حياكم الله. أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن زيارته إلى مدينة غات الأربعاء تأتي في إطار تواصله وزيارته لكافة المدن والمناطق الليبية للوقوف على احتياجاتها. وفور وصوله قام السراج ومرافقوه بجولة في مدينة غات شملت مستشفى غات العام، حيث اطلع على مرافق المستشفى ووقف على احتياجاته المتمثلة في انعدام الطواقم الطبية والكوادر الفنية، إضافة إلى احتياجاته من الأجهزة والمعدات، إضافة إلى تفقده منفذي سين الحدودي بين ليبيا والجزائر، حيث اطلع على مرافق المنفذ ووقف على احتياجاته. تم تكتيك جهاز تنمية حقول المباني الإدارية لجهاز دراسة كاملة بخصوص هذا المشروع. شقيقة الجزائر، تم دور الجزائر التواصل معنا على إبرة التاريخ ودعم لحكومة الوفاق الليبي، ونحن في تنسيق بين الجزائر لإعادة فتح المنفذ هذا بحيث يسهل حركة التواصل بين ليبيا والجزائر بطريقة أسهل وأيسر للطرفين. هل هناك معد محدد؟ وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو حسن عثمان، رئيس المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات. أرحب بك يا حسن. أهلا وسهلا. معي هنا في هذه النشرة، يعني زيارة السراج اليوم لغات، ما الذي يمكن أن تضيفه إلى البلدية؟ طبعا السلام عليكم في البداية، وأرحب بكل مشاهدي قناة ليبيا بانوراما. زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والوفد المرافق له كان وزير حكم محلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية وأيضا رئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي نكوع كان في غات. زيارة تأتي لكي تكون رسالة واضحة من المجلس الرئاسي أن سيحاول أن يقدم الخدمات لكل بلديات ليبيا بدون استثناء، وخاصة بلدية غات. السراج زار مستشفى غات العام أو المركز الصحي الذي هو الآن بمثابة مستشفى للمدينة، وأيضا زار المبنى القديم للمستشفى، ووعد سراج أن يقوم المجلس الرئاسي في خلال العام القادم بتجهيز المستشفى الجديد واستئناف أعمال الصيانة لهذا المستشفى. أيضا زار، والرسالة المهمة التي أوصلها المجلس الرئاسي اليوم، زيارة المنفذ الحدودي سين. هذه الزيارة تأتي لكي تكون رسالة واضحة للجزائر الدولة الجارة، لكي تعود حركة المواطنين وحركة المسافرين بين الدولتين، واستئناف حركة السفر ما بين ليبيا والجزائر. نتيجة كانت هذا المنفذ كان مغلق لمدة أكثر من سنتين الآن. المجلس الرئاسي يسعى جاهدا لكي تعاد حركة المسافرين من ليبيا وإلى الجزائر ومن الجزائر إلى ليبيا. السراج كانت رسائل طمأنة بعتها من داخل بلدية غات للمجلس البلدي ولكل المواطنين البلدية أن المجلس الرئاسي بكل ما يملك سيقف مع مدن الجنوب وبلدية غات، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والصحية التي يعيشها المواطن. هل قدمت وعود لبلدية غات؟ نعم، قدمت وعود بشكل
العاجل ستكون هناك مخصصات كما ذكر السيد رئيس المجلس الرئاسي، ستكون هناك مخصصات مالية من بند الطوارئ لمستشفى غات العام بشأن التعاقد مع أطباء بشكل عاجل لحل مشكلة نقص الأطباء لمستشفى غات العام، وأيضا بعض استجلاب بعض الأدوية وبعض المستلزمات الصحية لمستشفى غات العام. هذه الوعود التي قدمها فايز السراج اليوم من داخل مدينة غات، وأيضا وعد السيد رئيس المجلس الرئاسي أن يكون هناك خطوات جادة من أجل فتح معبر إيسين باتجاه الجزائر. ذكرت يا حسن أن كان برفقة السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج السيد بداد قنصو وزير الحكم المحلي المفوض، يعني أيضا هذه الزيارة وهذه المرافقة لها رسائل، أي بمعنى أن يعني سيكون مجلس البلدي غات يعني بمحاذاة المجالس البلدية الأخرى في جل المدن في ليبيا. كيف قرأتم زيارة وزير الحكم المحلي إلى بلدية غات؟ نعم، المجلس البلدي، نحن كمجلس بلدي غات طبعا كجهاز خدمي يعنى بالمواطن بخدمات المواطن، تواصل عميد بلدية غات في خلال الفترة الماضية من استلام وزير الحكم المحلي لمهامة، تواصل معها من أجل أن تذلل وزارة الحكم محلي الصعاب والمشاكل داخل بلدية غات، تواصل معهم، واليوم حين حضر لمدينة غات كان السيد بداد قنصو هو الدافع للمجلس الرئاسي لكي تخصص ميزانيات للمجلس البلدي غات من أجل حل هذه المشاكل المتراكمة داخل البلدية. السيد بداد أبدى استعداد كامل أن تكون وزارة الحكم المحلي داعم أساسي للمجلس البلدي غات، ونحن بإذن الله كمجلس بلدي ننتظر أن تترجم هذه الوعود إلى أرض الواقع، لأن المواطن انتظر كثيرا داخل البلدية والمعاناة استمرت لسنوات. نأمل أن تنتهي هذه المعاناة بعد زيارة المجلس الرئاسي، أن تترجم نتائج زيارة. طيب في هذه الزيارة يا حسن، يعني كان الحديث عن معبر إيسين حديث كثير وكبير جدا، يعني هل هي رسالة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سوف ينظر إلى المعابر والحدود الليبية ويضع لها آلية أم ماذا؟ نعم، هي المشكلة التي كانت في منفذ إيسين في خلال الفترة الماضية، الدولة الجزائرية باعتبار هناك مخاوف أمنية في الاتجاه الليبي نتيجة الاضطرابات الأمنية داخل جنوب ليبيا وعدة مناطق في ليبيا، فكانت هذه رسالة مهمة جدا من للجانب الجزائري، أن المجلس الرئاسي ساعي وبكل جهده أن يفرض الأمن داخل كل المناطق الحدودية خاصة مدينة غات. نعم. وأيضا زيارة رئيس الحرس الرئاسي ونائبه للمدينة كانت رسالة واضحة للجانب الجزائري. بما أنك معنا هنا اليوم يا حسن، يعني ماذا عن هناك أخبار تتداول عن مهرجان غات الدولي، ماذا بشأنه؟ مهرجان غات الدولي بإذن الله هذه دعوة لكل أهل ليبيا أن يزوروا مدينة غات، وهذا دعوة لأهل ليبيا من أهل غات. نعم، دعوة لكل أهل ليبيا أن تكون هذا المهرجان هو دافع للسياحة المحلية. مهرجان سينطلق بإذن الله يوم الاثنين القادم، يستمر لثلاثة أيام، تشمل مهرجان عروض للمهاري وعروض للفنون التراثية والفنون الشعبية داخل المدينة، وأيضا هناك ندوات عن المناطق الأثرية والسياحية داخل مدينة غات. بإذن الله ستكون انطلاقة رائعة لمهرجان يعتبر عميد مهرجانات الموجودة داخل ليبيا من عبق الصحراء إلى كل ربوع ليبيا. حسن عثمان رئيس المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات، كنت معي هنا في الاستوديو، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا. الجزائر تواصل معنا على إبرة التاريخ ودعم لحكومة الوفاق الليبي، ونحن في تنسيق بين
إعادة المنفذ الهوائي بحيث يسهل حركة التواصل. قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في لقاء صحفي إن أي حكومة غير حكومة الوفاق الوطني تعتبر غير شرعية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والإفريقي. غير حكومة الوفاق الوطني هي حكومات موازية غير شرعية، هذه هي قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الافريقي، قرارات الجامعة العربية، قرارات التجمع منظمة التعاون الإسلامي، فهي حكومات موازية ليست الحكومة المعترف بها. هذا واعتبر سيالة أن مهمة الحرس الرئاسي الذي تشكل مؤخرا هي حماية مؤسسات الدولة، وهو ليس كيانا موازيا، فهو نظام بين الشرطة والجيش. الحرس الرئاسي اللي تم إصدار قرار به وبدأ الآن يتكون لحماية مؤسسات الدولة وحماية مكاتب الدولة والمشاركة في الأمن الوطني، وهو ليس نظام جديد، هو موجود في فرنسا، موجود في الجزائر، موجود في كثير من الدول، منظومة هي ما بين الشرطة وما بين الجيش ويستعان بها في حالات الضرورة سواء الشرطة أو الجيش. أعرب رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين عن دعمه للمبادرة الإفريقية حول الحل في ليبيا، داعيا إلى اتفاق شامل يجمع كل الفرقاء. وشدد ولد حدمين خلال لقائه مع نظيره الجزائري عبد الملك سلال أن الحل في ليبيا يكمن في التوصل إلى اتفاق شامل بين الفرقاء دون إقصاء، وللحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا والسماح بإعادة إعمارها. قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي إنه نقل رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مفادها دعم التشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا العربية وأبرزها الملف الليبي، وبحث أهمية تفعيل دور دول الجوار، وذلك لحث الأطراف الليبية إلى انتهاج سياسة الحوار لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. بعد مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي، شهد الملف الليبي كثافة للتحركات السياسية والدبلوماسية لمعالجة العراقيل التي واجهت تنفيذ الاتفاق. فعلى الصعيد الدولي، ناقش المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الإشكاليات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق. وزير الخارجية الإيطالي أنجيلو ألفانو أرجع هذه الإشكاليات إلى افتقار حكومة الوفاق لتعاون فعال بين الأطراف الليبية، الأمر الذي عززته الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لزيادة التعاون والتنسيق الإقليمي لحل الأزمة في ليبيا. أما على الصعيد الإقليمي، تكثف تونس من جهودها لعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء تونس والجزائر ومصر لتفعيل دور دول الجوار في حث مختلف الأطراف الليبية على انتهاج الحوار للتوصل إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد. الجزائر وخلال اجتماع اللجنة العليا المشاركة بينها وبين موريتانيا شددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بنقاط الخلاف بين الأطراف الليبية وفق وكالة الأنباء الجزائرية. استهجن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان في تصريح عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك دعوات الأخيرة التي تهدد بالحرب في العاصمة طرابلس، واصفا إياها بغير العقلانية، موضحا أنها لا تعدو كونها مادة إعلامية لتصعيد وتحفيز المواجهات المسلحة. وأشاد صوان بجهود حكماء طرابلس ومصراتة والزنتان لنزع فتيل التوتر بالمنطقة الغربية وليبيا عامة، داعيا العقلاء من مختلف المدن والمناطق الليبية إلى إسكات الأصوات الداعية إلى الفتنة والتقاتل بين الليبيين، وتعرقل جهود الخيرين الوطنيين الساعين لحل الأزمة بالحوار والوفاق. كما دعا صوان وسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية وتبني الخطاب الوطني التصالحي.
أكد رئيس لجنة الوقود ومشتقاته بالهيئة العامة للنفط والغاز التابعة لحكومة الوفاق نوري البعيشي لليبيا بانوراما وصول النفط الخام الذي شرع في ضخه من حقل شرارة إلى مصفاة الزاوية ظهر الأربعاء. ووصف البعيشي الوضع الحالي بالجيد وأنه يظهر أن الخط الناقل لا يعاني من أي أضرار بسبب قفله خلال العامين الماضيين. رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأربعاء بإعادة فتح صمام الريينة الرابط بين حقلي الشرارة والفيل النفطيين. كوبلر وعلى حسابه بتويتر قال إن ذلك سيضيف 4.5 مليار دولار للإيرادات الليبية حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الأمر يعود بالخير على جميع الليبيين حسب كوبلر. هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت فتح صمام الريينة الرابط بين حقلي الفيل والشرارة ومصفاة الزاوية ومجمع مليتا بشكل رسمي، الأمر الذي لاقى استحسانا وترحيبا بالنسبة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مثمنا الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه الخطوة. بعد عامين من إغلاق صمام ريينا الرابط بين حقلي الشرارة والفيل ومصفاة الزاوية لتكرير النفط ومجمع مليتا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن فتح الصمام رسمية من أجل استئناف الضخ بقدرة 175 ألف برميل يومية خلال الشهر الأول، وترتفع إلى 250 ألف برميل يومية بعد 3 أشهر الأولى من استئناف الضخ. رئيس المؤسسة مصطفى صنعالله أكد عدم دفع أي مبالغ مالية مقابل هذه الخطوة، موضحا أنها سترفع من قيمة الإيرادات المالية للعائدات النفطية المتوقعة للعام المقبل بقيمة 4.5 مليار دولار. المجلس الرئاسي أوضح في بيان له أن إعادة فتح الصمام جاء بعد تواصل مستمر بين لجنة النفط وأعيان مدينة الزنتان مع أعضاء المجلس، مثمنا النتائج التي أسفرت عن إعادة الضخ من حقلين نفطيين. حقل الشرارة الواقع على بعد 800 كيلومتر جنوب طرابلس يعمل في ظروفه الاعتيادية بقدرة إنتاجية تبلغ 330 ألف برميل يومية، في حين تبلغ قدرة حقل الفيل الواقع جنوب غرب مدينة سبها 90 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية السيد جمعة الغرياني عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس. رحب بك سيد غرياني معي هنا في هذه النشرة. يعني فتح صمام الريينة وحقلي الشرارة والفيل، ما الذي يمكن أن يضيفه إلى الاقتصاد الليبي؟ ولا نتحدث عن زيادة ضخ النفط أو الانتاج النفطي في ليبيا. أولا مساء الخير لكم وللأخوة المشاهدين لقناتكم الموقرة. نعم. الحقيقة فتح الخط النفط هذا يتلج صدور الليبيين كلهم، وفرحة فعلا ومواقف جيدة من الجهة الغربية كالجهة الشرقية، مثل ما فتحت الجهة الشرقية خطوط النفط والمواني النفطية. الآن حاليا الأخوة في المنطقة الغربية بارك الله فيهم في فتح ضخ النفط، لأن اقتصادنا الحقيقة يجب الليبيين كلهم. عندنا مثل يقول رجال مواقف، والحقيقة احنا اقتصادنا بادي في الانهيار وشعبنا بدأ يتعرض لأزمات اقتصادية. يجب على كل الإخوان في ليبيا المسؤولين على قطاع النفط أنهم يساهموا، وحيكون ليه مردود ممتاز جدا جدا. سوف يخفض في سعر الدولار في السوق الموازية، وحيكون
دعم جيد جدا لاقتصادنا إن شاء الله. نعم سيد غريان، يعني كيف ذاك؟ يعني استئناف تصدير النفط من الهلال النفطي يعني مستمر من قرابة 3 أشهر إن لم يكن أكثر من ذلك. اليوم يفتح صمام الريانة وسوف يستأنف تصدير النفط، هل نحتاج إلى وقت إضافي لكي ينتعش الاقتصاد الليبي من جديد أم أن المسألة ستطول؟ الحقيقة إذا كان استطعنا الأخوة المسؤولين كل المسؤولين سواء كان في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية استطاعوا أن هالمبالغ المالية اللي تعود من تصدير النفط التحكم فيها وصرفها في قنواتها الجيدة اللي هي مسموح بها، ونمينا عملية القطاع النفطي متاعنا، بالتالي حيزيد الضخ ويصبح في اقتصادنا في الانتعاش. اذا كان احنا استطعنا ان احنا، لان احنا اللي في ليبيا شنو محتاجين الحاجات الضروريه حاليا اللي هي الغذاء والدواء، باقي المبلغ اللي هو بيعود من ايرادات النفط يجب ان يدعم به الانتاج في ليبيا. اذا كان استطعنا ان احنا فعلا من خلال هالمبالغ البسيطه اللي بتجينا بالتدريج، هي حاليا طبعا انت حتستمر سنه وسنتين حتى نصل الى 1,600,000 برميل، اذا كان حسنا التصرف فيهم الاخوه في ليبيا، حسنوا التصرف في هالايرادات اللي بتجي من قطاع النفط وحولوا جزء من هالايرادات لدعم الانتاج بدل ما نقعد ليبيا طيلة عمرنا وطيلة حياتنا احنا وابنائنا في الاستيراد، وحولنا جزء كبير جدا من هالعائدات النفطية للانتاج الزراعي والصناعي والحيواني، بالتالي يصبح بعد ما 4-5 سنوات ينتعش اقتصادنا. طيب سيد غرياني، طيب سيد غرياني، لكي نصل الى ما تحدثت عنه الان، يعني الا يعني يجدر ان تكون المؤسسة النفطية تحت مؤسسة سيادية واحدة يتوافق عليها الجميع؟ هذا شيء ضروري منا. أولا في جسمين، احنا عندنا وزارة النفط أو المؤسسة الوطنية النفط، وعندنا مصرف ليبيا المركزي، يجب هذا على الليبيين كله أن يبعدوا هالجسمين عن التجاذبات السياسية. التجاذبات السياسية اتناقشنا الحوار مرة واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة سنصل إلى نتيجة. أهم شيء حاليا لازم كل الليبيين يديروا عقولهم في روسهم، ويكفانا حرب وكفانا اقتتال، ويجب أن ننظروا لأولادنا وأحفادنا في المستقبل وننظروا لاقتصادنا وكيف نقوموا بدولتنا، كفانا العالم كله ينظر لنا وإحنا نتقاتل وكفانا. هذه يجب أن يكون ما وزارة النفط ومصرف المركزي بعيدين جدا عن التجاذبات السياسية. من استديوهاتنا في طرابلس، جمعة الغرياني عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، شكرا جزيلا لك. شكرا. تعرض مركز بنغازي الطبي الأربعاء لتفجيرين بواسطة حقيبتين متفجرتين، ما تسبب في حالة اختناق لعدد من المواطنين، إضافة إلى تعرض إحدى الممرضات إلى كدمات، وتسبب التفجيران أيضا في حدوث أضرار مادية بقسم الطوارئ والدور الأول للبرج الثالث. ووجهت إدارة المركز نداء عاجلا لجميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفى الطبي ومستشفى 7 أكتوبر بضرورة الالتحاق بشكل عاجل لمعالجة حالة الاختناق. أفرج المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية الأربعاء عن مراكب الصيد التونسية 3 والتي كانت محتجزة من قبل خفر السواحل الليبي نتيجة قيامها بالصيد داخل المياه الإقليمية الليبية بمنطقة الزاوية غرب طرابلس، وكان ذلك في 15 من شهر نوفمبر الماضي، وعلى متنها 54 بحارا. وأتي قرار الإفراج عن المراكب التونسية بعد أن تم الإفراج عن البحارة التونسيين 54 في 6 ديسمبر الجاري. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. استئناف الرحلات الجوية من مطار معتيق الدولي بعد توقف دام لساعات لأسباب فنية.
مصرف ليبيا المركزي يستعد لفتح اعتمادات مستندية وفق ضوابط جديدة مطلع يناير المقبل. السراج يصل مدينة غات ويتعهد بالعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع ليبيا. وحقل الشرارة يستأنف عمليات الضخ بعد إعادة فتح صمام الريينة وتوقعات بارتفاع إنتاج البلاد النفطي. محكمة استئناف الزاوية تفرج عن مراكب الصيد التونسية الثلاثة المحتجزة من قبل خفر السواحل الليبي. أهلا بكم من جديد. أكد مراسل ليبيا بانوراما بالعاصمة طرابلس استئناف الرحلات الجوية من مطار معتيقة الدولي بعد توقف دام لساعات بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل برج المراقبة بالمطار لأسباب فنية. من جانبه أوضح المكتب الإعلامي للمطار عبر صفحته الرسمية أنه تم تحويل بعض الرحلات القادمة للمطار الأربعاء إلى مطار مصراتة الدولية. انطلق بمدينة هون الأربعاء فعاليات الاجتماع الدوري السادس لعمداء وأعضاء المجالس ببلديات الجنوب. وأكد عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد أن المنطقة مكان للم الشمل والمصالحة، متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة من انعقاده. وشدد الحضور على أهمية تعاون كافة المؤسسات والاتحادات والقوى الفاعلة بالمناطق الجنوبية للمساهمة الفاعلة في بناء ليبيا. تعرض جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة السهل الجفارة شمال منطقة الشوير في الثلاثاء لهجوم مسلح لعناصر تابعين لتنظيم الدولة بحسب صفحة الجهاز على الفيسبوك. هذا وتعرضت المنظومة في وقت سابق إلى عمليات تخريب من جهات مسلحة أدت إلى انقطاع المياه عن طرابلس والمدن المجاورة نتيجة أعمال الصيانة. وللحديث عن انطلاق فعاليات اجتماع الدوري السادس لعمداء وأعضاء المجالس ببلديات الجنوب ينضم إلينا عبر الهاتف حسن القذافي رئيس اتحاد بلديات الجنوب. سيد حسن، يعني أرحب بك معي هنا في هذه النشرة. هذا الاجتماع ما الذي يصبو إليه، وهل هناك ربط بين بلديات الجنوب وباقي بلديات ليبيا بشكل عام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله، نشكر قناتكم على هذه الاستضافة. نعم. طبعا اتحاد بلديات الجنوب يضم 16 بلدية من بلديات المنطقة الجنوبية، وال 16 بلدية طبعا في تنسيق عالي كبير بيننا في العمل على 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 جميع الأصعدة يعني. نعم. نعم. هل 16 بلدية هل جلها من الجنوب سيد حسن؟ كلها من المنطقة الجنوبية بالكامل يعني. طيب، وحدة ترابية كاملة يعني. التوصيات التي خرجتم بها من هذا الاجتماع؟ والله التوصيات اللي خرجنا بها، أول حاجة شكلنا لجان تنفيذية للاتحاد حوالي تقريبا 17 لجنة، وكل لجنة يرأسها عميد أو عضو مجلس بلدي، ومعهم
بعضوية مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين بالمنطقة الجنوبية. نعم. ومن ضمنها طبعا وكان من المحاور المهمة في هذا الاجتماع. نعم. اللي هو تأكيد على تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية اللي تم الاتفاق عليه في الصخيرات أن هو يكون مقر مدينة سبها اللي هي المنطقة الجنوبية. طبعا اتفاق الصخيرات كله فعل ما عدا المجلس هذا اللي يخص المنطقة الجنوبية. نحن نتساءل ليش ما فعل المجلس هذا؟ ليش؟ يعني شنو السبب؟ نحن واكبنا الحوار ومشينا من الحوار. نعم. هل سيد حسن نعم كل المجلس هل اتخذتم خطوات جادة لتفعيله؟ اتخذنا خطوات جادة، تكلمنا في السابق عن السيد وزير الحكومة فيما تمثلت هذه الخطوات. تكلمنا قلت لك عن السيد وزير الحكم المحلي وقلنا له ضروري من تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية المتفق عليه في الاتفاق السياسي في الصخيرات. ليش ما يفعل المجلس الأعلى؟ يفعل المجلس الأعلى، يفعل جميع الأجسام اللي تم الاتفاق عليها في الصخيرات ما عدا المجلس الأعلى للإدارة المحلية. نعم. يعني لازم يورونا شنو اللي 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 ما فعلش المجلس به، وسيكون لنا موقف جاد بهذا الموضوع. طيب. ولازم يفعل وفي الوقت القريب. نعم. رئيس اتحاد بلديات الجنوب حسن القذافي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يواصل موظفو شركة المناولة بمطار مصراتة اعتصامهم، وذلك بتعليق كافة مهامهم الوظيفية لليوم السابع على التوالي، مؤكدين استمرار الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية التي تأخرت قرابة العام. طبعا احنا معتصمين اليوم 15/12/2016 اللي هو كان يوم الخميس، واليوم 20/12 وقاعدين مستمرين في الاعتصام لنبونا مطالبنا. اثنين مطالبنا شرعية، واحد طلب قوت يومه، ما طلبش حاجة أكثر من هيك، اثنين قصدي مرتب واحد بيعيش به. وتشوفوا كيف أنتم الدنيا غالية توا. احنا ما طلبناش حاجة مستحيلة، قلنا لهم يا جماعة نبوا مرتبنا، حاجة بنعيشوا بها. وطبعا عن تو ما فيش شيء، ما فيش حد قصدي دار قرار المجلس الرئاسي، لكن ما تنفذ الشيء اللي عن تو في الأرض الواقع ما لنا شيء، احنا عبارة عن ورق وخلاص. والآن مشاهدينا إلى الفقرة الاقتصادية، والزميل وئام التايب إليك وئام. شكرا لك معتصم. في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم مشاهدينا، قال مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي أن المصرف يستعد لدعوة الشركات الراغبة في الحصول على اعتمادات وفق ضوابط جديدة، منها التجديد على التفتيش وذلك مطلع يناير المقبل. وأعلن المصرف أنه اجتمع مع إدارة الرقابة على المصارف ومديري المصارف لتنظيم إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد السلع والأدوية ومستلزمات التصنيع وغيرها في محاولة منه لعلاج الآثار السلبية الناتجة عن السوق السوداء والمضاربة غير القانونية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن الانتهاء من صيانة الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة لتدخل العمل ضمن الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تقدر ب 250 ميجاوات، كما دخلت الوحدة الأولى بمحطة الخمسة البخارية ضمن الشبكة بقدرة 80 ميجاوات بحسب الشركة. بدأت الشركة الأهلية للإسمنت بمدينة الخمسة الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الأول في مجالات الهندسة الكيميائية والنفطية والغاز بتنظيم قسم الهندسة الكيميائية والنفطية بكلية الهندسة الخمسة. يشارك في المؤتمر رؤساء وعمداء الكليات ومديري الشركات النفطية والمراكز البحثية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل خبرات البحث العلمي في الجامعات الليبية وتعزيز دورها في تأهيل الكوادر البشرية وتوطيد العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية وتطوير المشاريع الإدارية والهندسية بها.
عقد بديوان المحاسبة التلتاء اجتماع برئاسة وكيل الديوان وعدد من مديري الإدارات بالديوان مع ممثلين عن وزارة الحكم المحلي وبعض مجالس وعمداء البلديات وصندوق موازنة الأسعار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومشروع الرقم الوطني، وذلك لمناقشة آليات توزيع السلع على المواطنين. يأتي ذلك في إطار تفعيل مبادرة الديوان التي اعتمدها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تخصيص مبلغ 300 مليون دينار لصالح الصندوق لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. أرسلت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الأربعاء 18 ألف كيس دقيق إلى بلدتي الشاطي والشويرف. وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والصناعة إن الدقيق سيوزع على المخابز لتوفير الخبز لسكان المنطقة الجنوبية، وأشار إلى أنه سيتم تسلسل الصرف بصورة دورية لباقي مناطق الجنوب. إليكم الخبر الأخير، حيث وصلت إلى مدينة غات التجهيزات والمعدات اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت للشركات التابعة لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية. وباشر فريق تركيب المعدات الطرفية للألياف الزجاجية الفايبر أعماله بمقر شركة هاتف ليبيا في البلدية لتوفير خدمات واي ماكس وإدي إس إل. بهذا وصلنا لنهاية الفقرة الاقتصادية، والعودة للزميل معتصم أبو عمر. شكرا لك وئام. ناقش الاجتماع الدوري لإدارة التفتيش التربوي بالمنطقة الغربية آلية تفعيل دور رؤساء الأقسام ومتابعة عمل المفتشين التربويين فنيا وإداريا ومتابعة الإدارات المدرسية، كما تمت مناقشة المقترحات المقدمة لتطوير عمل التفتيش التربوي. الاجتماع الذي انعقد بمركب تليل السياحي ببلدية الصبراتة جاء تحت شعار نلتقي نتحاور نرتقي، وبحضور إدارة التفتيش التربوي بوزارة التربية والتعليم ورؤساء الأقسام بمكاتب التفتيش التربوي ببلدية الزاوية ونلوت والسهل الغربي وصبراتة وزوارة. نظمت طلبة الجدد بكلية الزراعة بجامعة سبها الأربعاء ملتقا تعريفيا مصغرا من أجل التعريف بالكلية وباللوائح والقوانين المعمول بها داخل كلية الزراعة. ويشار إلى أن عدد الطلبة والطالبات الجدد 20 طالبا وطالبة، حيث تشهد الكلية عزوفا في تسجيل الطلبة الجدد في الثلاث سنوات الأخيرة. الملتقى الذي يقيم بعد عزوف شديد عن الطلبة لكلية الزراعة، خصوصا كانت الظروف التي تمر بها كلية الزراعة، الحمد لله تم استقطاب 20 طالب، يعني هو يعتبر قليل لكن فرحة شديدة لنا، خصوصا العزوف اللي شهدتها كلية الزراعة، والتعريف بأهمية كلية الزراعة في المنطقة الجنوبية لأنها هي كلية مهمة وتعتبر من أهم الكليات، خصوصا أن المنطقة الجغرافية للجنوب الليبي. أوضح مستشفى مصراتة المركزي في بيان له أن الإحصائية التي أعدها مكتب المعلومات والتوثيق الطبي تظهر أن قسم الأطفال بالمستشفى تمكن من علاج 3265 طفلا خلال شهر نوفمبر. أوضحت الإحصائية أن 993 من الأطفال ترددوا على عيادة الحقن، وأن 1774 طفلا ترددوا على عيادة الطوارئ، وأن 403 أطفال ترددوا على عيادة المتابعة، وأن 95 طفلا ترددوا على عيادة القلب حسب البيان. ضبطت الجهات الأمنية بشحات 3 قطارات و600 لتر من الخمور المصنعة محليا خلال عملية مداهمة. وأوضح رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن شحات الملازم حسن أبو كريم أن عملية المداهمة تمت بعد تأكد قسم البحث الجنائي وعناصر مكافحة المخدرات التابعة للمديرية من المعلومات الواردة إليهم بخصوص وجود مصنع محليا للخمور في المنطقة، موضحا أن عناصر البحث لا زالوا يبحثون عن صاحب المصنع لتقديمه للعدالة.
أقيمت بدار الفقيه حسن بمدينة طرابلس الثلاثاء محاضرة ثقافية علمية بعنوان المواد المستخدمة في ترميم المباني التاريخية، وكان ذلك باستضافة جهاز إدارة المدن التاريخية وبإشراف مؤسسة التراث الطرابلسي، حيث سلطت الضوء على أسس وقواعد ترميم المباني الأثرية والتاريخية والمواد المستخدمة بحسب المواصفات التي أوردتها المنظمات الدولية والمشاكل التي تواجهها عمليات الترميم. زي ما نعرف ان احنا في مشاكل في عملية الترميم، ان هم في كثير من المرممين وتقول عليه الوثائق الدولية استبعاد الاسمنت على ترميم المباني، فلهذا ركزنا في المحاضرة هذه على المواد الرابطة اللي ممكن استخدامها كبديل على الاسمنت المستخدم في العالية، اللي هي زي الجيل الهيدروليكي، زي الاسمنت الروماني وغيرها. وتطرقت الورقة للخصائص لكل منهما وكيفية استعمالها. هذه النشرة انتهت، وإليكم عناوينها. السراج يصل لمدينة غات ويتعهد بالعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع ليبيا. وحقل الشرارة يستأنف عمليات الضخ بعد إعادة فتح صمام الريينة وتوقعات بارتفاع إنتاج البلاد النفطي. محكمة استئناف الزاوية تفرج عن مراكب الصيد التونسية الثلاثة المحتجزة من قبل خفر السواحل الليبية. ونبقى مع هذه الصور مشاهدينا لزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبلدية غات، فتابعوها. بين الجزائر في إعادة المنفذ هذا بحيث يسهل حركة التواصل في ليبيا.